لو انتي كل يوم بيبقى عندك معاناة ان انتي هتلبسي ايه النهاردة، ايه اللبس اللي انا مفروض البسه، وتقعدي ربع ساعة كده بتخططي بس ان انتي هتلبسي ايه النهاردة، او كل مرة بتشوفي فيها دولابر تقولي انا ما عنديش لبس انا لازم اشتري لبس جديد. الفيديو ده هقولك على 4 خطوات هتساعدك ان انتي دايما في كل يوم تباني انيقة اكتر. هاي بنات، في الفيديو بتاع النهاردة هقولك على 4 خطوات تخليكي تعرفي ازاي تباني انيقة في كل يوم من اللبس الرادي عندك في الدولاب، او حتى لما تشتري لبس ازاي ان انتي تشتريه وتخليه يبان شكله انيق وستايل. زي ما انتوا شايفين ده 4 خطوات، حاجات بسيطة جدا بس هتخلصنا على عيب ان انتي دايما مش عارفة تلبسي ايه، ان انتي دايما تفتحي الدولاب بتاعك تقولي ايه ده بس انا ما عنديش لبس البسه، البس ايه النهاردة. وللناس اللي اول مرة تشوفني، هاي انا اسراء بسيوني، بعمل فيديوهات دايما عن الموضة وعن الأناقة. اشتركي في القناة وفعلي جرس الجرس زر الاشتراك عشان يوصلك لما اعمل فيديوهات جديدة. وقبل ما نبتدي اي حاجة، قبل ما نتكلم في الفيديو ده، انزلي كده تحت الفيديو هتلاقي زرار عامل كده اهو، دوسي عليه عشان تديني لايك عشان الموضوع ده هيساعدني كتير وهيفرق معايا قوي. اول خطوة، اساس ان انتي يبقى شكلك ستايل او اساس اي طقم ان انتي يبقى عندك بيزكس او اساسيات الدولاب اللي انتي هتستخدميها كل يوم، هتستخدميها على كل لبسك اللي انتي هتستخدميها في مناسبات كتير جدا. لو عندك اساسيات كويسة خلاص انتي 90% من الطقم بتاعك بيبقى جاهز خلاص، يعني مش لازم تنعي هم انا هلبس ايه. ابسط حاجة هتلبسي تي شيرت على بنطلون وجينز، وبعدين نبقى نقرر ازاي تخلي الطقم بقى كاجوال، ازاي تخليه يناسب الشغل. فلازم يبقى عندك اساسيات الدولاب. لو انت عايزة تعرفي ايه هي اساسيات الدولاب اللي لازم تبقى عندك في كل لبسك، قوليلي في التعليقات تحت عشان اعمل لكم فيديو مخصوص عن اساسيات الدولاب وازاي تستخدميها ان انت تعملي فيها افكار لبس مختلفة لمناسبات مختلفة. الخطوة الثانية، طبيعي جدا ان انت ما تبقيش عارفة ايه الموضة، ايه الترندز، ازاي تنسقي الالوان مع بعض. عادي، احنا كلنا بنكتسب الموضوع ده ان احنا نشوف ناس تانية لابسة ايه. فاهم حاجة عندك في الستايل ان انت تبقي متابعة ناس حبيتي الستايل بتاعهم، حسيتي ان شكل الجسم بتاعهم شبه شكل جسمك، فافتحي الانستجرام. لو انت محجبة دوري على الحجاب فاشن بلوجرز مثلا، شوفي كل واحدة، شوفي مثلا دي جسمها شبه جسمي شوية، دي جسمها قريب من جسمي، دي ستايلها قريب من الحاجات اللي انا ممكن استعملها في حياتي اليوميه. لو انت جسمك قليل في البيتيت فاشن بلوجرز، لو انت جسمك طويل وكده في الفاشن بلوجرز اللي جسمهم زي البلاس سايز، البنات المليانه شويه. ما تخافيش، لكل واحده، لكل نمط حياه، لكل جسم، لكل واحده هتلاقي ناس معينه ممكن تتابعها فعلا هتخلي الستايل بتاعك يتحسن بكتير جدا ان انت تتابعيها. شوفيها لابسه ايه، البسي زيها، تنسقي الالوان مع بعض. كمان حطي في دماغك ان الفاشن بلوجرز دايما بنحاول ان احنا ندمج بين حاجتين مهمين جدا، ايه في الموضة، وان الستايل ده يبقى عملي ومناسب الحياة. يعني انت دايما عارفة الفاشن شوز بتبقى بتقولك ايه في الموضة بس مش بتبقى عملية خالص. احنا شغلانتنا كفاشن بلوجرز نشوف احدث الموضة دي ايه وازاي انت ممكن تلبسيها انها تناسب حياتنا او انها تناسب ارض الواقع زي ما بنقول. فانت لما تتابعي فاشن بلوجر حسيتيها ستايلها قريب من ستايلك هتعرفي ايه احدث موضة. طب واحدث موضة دي تستخدميها ازاي؟ ممكن تشوفي القطعة اللي هي لابساها دي لابساها منين وتنزلي تعملي شوبينج على القطعة دي. بمناسبة ان انت تنزلي تشتري القطعة اللي هي لابساها وان انت تستخدمي لبس زيها، احنا فاشن بلوجرز بقينا نشتري معظم حاجاتنا من النت، ان بيبقى الموضوع اسهل لينا وليكوا لكل الناس. انا شايفة ان الموضوع بقى اسهل بكتير ان انت من النت تشوفي القطعة اللي انت حبيتيها ان انت تشتريها على طول. الموضوع ما يكملش ربع ساعة نص ساعة ان انت تتفرجي على الحاجة وتطلبيها، والحاجة ممكن توصلك في اقل من 24 ساعة. زي مثلا عندنا موقع جديد فتح اسمه نون، ده كان موقع مفتوح في السعودية وفي الامارات وكان ليه سيتو لسه فاتح في مصر. موقع نون هتلاقي فيه حاجات كتير جدا من ميك اب للبس الالكترونيكس، بس انا طبعا عشان فاشن انا بحب ان انا اشوف اللبس. طبعا بدل من ان انت تنزلي وتشوفي في المحلات ايه الموضه وتقعدي مثلا 3 ساعات بتدوري في المحلات، ولو معاكي جوزك بقى ولا باباكي ويفضل يقول لك يلا انا زهقت
يلا احنا هنفضل قاعدين كتير في المحلات، ولو نازله لوحدك برضه بتتعبي في الاخر، الموضوع ده بيوفر لك وقت كتير. الحلو كمان في نون، اول حاجه ان انت بتطلبي الحاجه زي ما قلت بتوصلك في اقل من 24 ساعه، مصاريف الشحن ما بتكملش 15 جنيه، ولو عملتي اوردر فوق 250 جنيه مفيش مصاريف شحن اصلا. الحاجات بتاعته اوريجينال، عنده ترندز كتير، عنده كل حاجه انت بتبقي طالباها وعايزه تدوري عليها. خصوماته اصلا بتبقى حلوه، يعني مثلا بتشوفي اصلا عليها سيل، غير بقى ان في كود خصم مايا 10، الكود ده هيديكي كمان تخفيض 15% عن اي اوردر انت بتطلبيه، غير التخفيضات اللي موجوده اهو زودنا عليكي كمان تخفيض 15%، انت تقدري ان انت تستخدميه فهيوفر عليكي جامد. لو انت مثلا من النوع اللي بتقلقي طب الحاجه لو ما طلعتش مثلا مظبوط عليا، المقاس ما طلعش مظبوط عليا، ايه اللي يحصل؟ ما تخافيش، في ترجيع في الموقع نون، والترجيع كمان مجاني. حاجه اخيره بتقلق ناس كتير جدا لما بتيجي تطلب من النت، ان هي انا هدفع ازاي، انا ما عنديش فيزا، انا هدفع ازاي؟ مش ناس كتير مش بتبقى مطمنه انها تحط بياناتها على الموقع او على الابلكيشن. ما تخافيش، نون عنده برضو فكره ان انت تدفعي لما الاوردر يوصلك، يعني دفع عند الاستلام. فانت تروحي تعملي الاوردر، وانت بعد ما تعملي الاوردر خالص بتدوسي كده على حاجه بتظهر لك، بتدخلي فيها الكود الخصم، بتكتبي كود الخصم فيها وهو بيشلل من المبلغ اللي انت المفروض تدفعيه. فالموضوع بتاع نون ده انا شايفه ان هو هيوفر عليكي وقت كتير جدا، وما تخافيش ما فيهوش مخاطره جامده او ما فيهوش مخاطره خالص لما تيجي تشتري من النت. نرجع تاني لموضوعنا في الخطوه الثالثه اللي هي بتساعدك ان انت تبني انيقه. الستايلست دايما بيقولوا على الخطوه دي السيكريت صوص، او الصوص السري، او الخلطه السريه، او العنصر السري اللي بيخلي اي طقم يتنقل من طقم عادي بسيط ممكن اي حد يكون لابسه لأو ماي جاد الطقم ده تحفه انا عايزه البس زيه، الطقم دي البنت دي شيك جدا، او ان الطقم ده خرافه. فالعنصر ده بيبقى حاجه بسيطه جدا بس فعلا بتنقل الطقم. ايه العنصر ده؟ دايما تفكري فيها كده، الطقم بتاعك هو عباره عن ايه؟ اساسيات الطقم، بنطلون، توب، شوز. مش هتقدري تنزلي من غير بنطلون، مش هتقدري تنزلي من غير توب، او لو فستان يعني حاجه بتغطيكي، وشوز يعني نو ان انت تنزلي من غيرها. تروحي ضايفه عليهم حاجه، الحاجه دي مجرد ان انت بتضيفيها عشان يبقى شكل حلو، مثلا حزام شكله حلو وترندي وكول وكده تضيفيه، شنطه معينه، شنطه ترند، شنطه فيها تقليعه معينه، لون هيضيف على الطقم، سكارف حاجه بتضيف، يعني بليزر، كورديجان، يعني انت خلاص الطقم بتاعك قفل ان انت محتاجه تي شيرت وبنطلون، زودي فيست فوق الطقم. دايما حطي في دماغك ان يبقى فيه كده عنصر انت بتضيفيه مجرد ان ده هيخلي الطقم شكله احلى، ده اللي فعلا بيفرق، ان الطقم يبقى بيزك وعادي وانت لبسك الطبيعي لطقم حلو قوي. فدي سهله جدا، انت تشوفي اي طقم عندك في الدولاب، مثلا شميس ابيض وبنطلون جينز مثلا لبني، زودي عليه حزام زي اللي طالعين موضه اللي هم الحزام الخيش، طقم بقى مناسب ان هو بتاع 2019 ودخلتي عليه عنصر جديد. دايما فكري ان انت هتدخلي عنصر لو اتشال من الطقم، الطقم مازال طقم عادي بس لما هيتحط هيخلي الطقم بتاعك شكله اتغير 100%. اخر خطوه واللي فوق البيعه بس فعلا بتفرق، الجولري او المجوهرات. طقم ممكن بيتغير 180 درجه من المجوهرات الصح، لكل طقم مجوهراته. يعني انا مثلا واحده مهووسه بحاجه اسمها حلقان، انا بعشق الحلقان عن نفسي، اكتر حاجه بحب البسها، ما بلبسها خواتم كتير، ما بلبسها غوايش، ما بلبسها سلاسل، بس الحلقان عندي ده عنصر مهم جدا ان انا لازم البسه، فدي بقعد انقيها واقعد وقت طويل اقعد ان انا انقي الحلقان بتاعتي عشان يبقى شكلها حلو، عشان يبقى شكلها لايق على الطقم بتاعي ويخلي الطقم بتاعي حلو. زي مثلا انا النهارده لابسه بلوزه سودا بسيطه خالص، حطيت شعري in a bun، عملت شعري كحكة كده صغيرة، واللوك عايزة اضيف له لقطة كلاسيك اكتر، رحت مزودة حلق زي الحلق اللي انا لابسه ده، حلق بسيط خلى الطقم يبان كلاسيك اكتر. لو حبيت ان الطقم ده نفس البلوزة احولها انها تبقى كاجوال، اروح حط عليها حلق ملون وحلق مفهوش كلاسي فايب كده، يبقى حلق كول وكاجوال اكتر، اروح مضيفاه حلق بسيط عادي نفس البلوزة نفس كل حاجة، غيرت بس الحلق، الطقم اتحول من 0 ل 100. نفس الطريقة مثلا ان انت تحطي سلسلة، عايزة سلسلة كاجوال وكده وتحطي سلسلة كاجوال، عايزة الطقم يبقى البان كلاسي شوية، تحطي له الاكسسوارز كلاسي شوية. دايما فكري ايه الطقم انا عايزة اروح فين وتلبسي الاكسسوارز عليه،
فعلا فعلا ممكن تخلي الطقم ان هو طقم الصبح مناسب لخروج الصبح، ان هو يبقى مناسب لخروج بالليل. ان الطقم عادي مش هقدر البسه في مناسبة مثلا في البيت، ان انا ممكن البس الطقم ده في خروجة عائلية او في مناسبة مثلا كاتب كتاب بنت خالتي او اي حد. يعني اخر حاجة عايزة اقولها لكم، لو انتوا حابين ان انتوا تبانوا اكتر فخامة وعايزين تعرفوا نصايح تانية اتفرجوا على الفيديوهين ده وده، الفيديوهات دي هتعجبكم جدا وهتفيدكم جدا، برضه سايبها لكم في صندوق الوصف تحت، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.